الشباب. أنا أسأل. والقافلة تمشي والكلاب تنبه. لو اسمع عليك اللي مو بعاجبك. المهم أنا أدرخوت في المثل. زي ما قلت لك الآن. دوس. ما عليك من أحد. أنا أبوها أقول لك اللي مو بعاجبك في البث طيرة. بس الحق. مو باطل بحق وانا عارفك انك حقاني وهذه في ناس بيدخلون لك باسماء وهميه بيدخلون لك كذا يحاولون يغيظون وناس فيهم نفسيات يعني الله يشفيهم ندعيهم بالشفاء صحيح بس لا حد يضر احد انا ما راح ارضى على بنتي ان احد يجي يتكلم عليها في بثها راح احضره واذا عنده شيء عندها الخاص حقي يجي يتكلم معي أما الكلام هذا الزايد أنا صورت أنا حطيت أنا عندي أنا ما أدري وش إذا أنت رجال يا أخي لا 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 تواجه الحريم واجه الرجال صحيح أنا بيكلم لما جاي يكلم من هذا ويكلمك أنت واللي يكلمني أنا هذا اسمي ولاه وبالخاص اللي عنده شيء على الهدير يجي يكلمني أنا إذا كانت غلطة هم اثنين ترى هم جو اثنين جو عند الهدير بالخاص